السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في نهار جديد، تحية جديدة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو متابعينا الكرام داخل وخارج أرض الوطن، كذلك متابعينا من الوطن العربي، كذلك الأوفياء للقناة. الشكر موصول لكم، وكذلك الوافدون الجدد ما ننساوكمش صراحة، تتكبروا بنا في القناة، الله يكبر بكم. وكذلك نتمنى أن لأن رمضان ما بقى فيه والو، هاد العشر الأواخر الله إن شاء الله يجزيكم بالخير على الصيام، والله يجعلها في ميزان حسناتكم، أنكم فعلا متابعين راقيين، متابعين ما كتحفروش للناس، متابعين صراحة أفتخر بكم. وش غادي نقول لكم، الله يحفظكم جميعا، ونتمنى أن هاد الأيام اللي بقات، خصوصا أن مقبلين على ليلة ديال 27، دوزوها بخير وعلى خير. ففي هذا الفيديو غادي نتكلموا على السريعة اللي جابت الربحة صراحة، كذلك غادي نتكلموا على الصراح المقيد. الصراح المقيد ديال كوليخ ديال ولاد الشحيبر، ماشي العفو الملكي، لأنكم أصبحتم صراحة وليتوا تتقلزون فوق السطوح ديال السريعة، من أجل أنه لعل وعسى تاخذوا شي حاجة باش تخدموا. ولكن صراحة أنا أحيي السريعة لبنى على هاد السيستيم أو لهاد التكتيك اللي غادا بيه حاليا. كدير قالك سيدي، قالك كدير لايف، كدير عنوان، وكم كتدخل كتلقاها كتلعب هي وبنتها. السيدة كدير لايف مع المتابعين ديالها، هي لا يهمها أنك دير داكشي اللي بغيتي نتا باش تهضر، لأن صراحة من نشوفوا مولات الموزون وصلت بها الدرجة في بعض الأحيان أنها تنتقد الزربية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ولاد الشحيبر ما لقاو والو، سدات عليهم البزبوز من الآخر، هذه حقيقة. لأن شوف باش نكون واقعيين، السريعة ولا لبنى كانت شحال هذيك كدير اخطاء، كتخرج كتبقى ترد معاهم، كتبقى انها داك الكبرياء تحاول انها يعني مخصوصا مني انه كيبقاو يتهموها اتهامات، كي انتقاد ماشي في محله، فكتخرج طبعا، خصوصا الا تفرجات كيبغي الانسان بالزربه، خصوصا اللي كيكون سريع الغضب كيخرج كتزبلها. شنو كيديروا هما؟ كيشدوا الام، كيستغلوها، كيلصقوا ليها شكايه، كتمشي تخسر فليساتها مسكينه. التجار في البشر راكم عارفين، ما متابعاش لبنى، اسقطت هاد المتابعه ديال التجار في البشر، وانا اتحداهم يخرجوا يقول لك التجار في البشر متابعه فيه لبنى. اذا ها هي واحد الشكايه مشات فالصو. بالنسبه للناموسه، كاينه التحريض ضد العقوق، هادشي هما كان الهدف ديالهم، باش نقول لكم نكون صريح معكم، انهم ينزلوا لبنى من اجل يغطيو على الفشل في زين المحارم. لان كما كتعرفوا، وهذه نقطه خص دائما الانسان انسيستي عليها، ان زين المحارم كانت الخوت جوج مرات كتسد، فان في الاخير باش غيفتحوها ويكملوا، فكانت لابد من احضار شهود، استعملوا شهود. هاد الشهود اللي اليوم كنشوفوهم انهم طبعا، لان الانسان تيكون تيشهد شهاده حق ما تيخافش، ولكن تنشوف هاد الشهود، سميره اللي كلات العصا، كنشوفوا ماجده اللي حاولوا يبينوا انها ما كايناش، وحاولوا انه خصوصا في الحكم الابتدائي ان الحكم بسبب عدم حضور الشهود، ماجده هي كتحضر الان، سميره على واحد الضغط كبير. اذا حتى سميره، انا بالنسبه لي رأيي الشخصي، نتمنى الجلسه القادمه ان شاء الله اللي ربما تكون حاسمه يحضروا جميع الشهود ويهنيونا من هذا الملف. لان انا غادي نقول لكم، انا عندي واحد الايمان بواحد 90% انه واخا يحضروا الشهود، راه بحال حضروا بحال ما حضروش، ولكن من الاحسن يحضروا باش ولاد الشحيبر ما يديروهاش كذريعه، كسبب انه في فشل زين المحارم او البراءه ان صح التعبير ديال بوكريشه. كما قلت، شفنا البارح مولة الموزون أنها خرجت بواحد الفيديو تدافع عن الجالية، على أساس أن لبنى يعني أساءت إلى الجالية. تصوروا الخوت أصبحوا أن، أنا شغل نقول لكم، ستيلو حمر ديالكم فوق السطوح تقضى لكم المداد بكل صراحة. لأن لبنى ربما ممكن أنه يكون عندها التعبير شوية، ما عارفاش تعبر، ولكن بالعكس هي أشادت بالدين الإسلامي، وهذه حقيقة. كلنا نفتخر بالدين الإسلامي ديالنا ونحمد الله ونشكره عليه،
فقال لك سيدي راه اساءت الى الجاليه. لا سيدي، هضرت على الاوروبيين والناس تعيشوا في اوروبا، والناس ماشي يعني الاوروبيين الكور ماشي. وقالت ان نعمه الاسلام انه يعني كاينه امور شرعيه اللي مشرعها طبعا الشرع ديالنا، فانها جميله جدا فعلا، وفعلا هذه حقيقه نفتخر والحمد لله على نعمه الاسلام. هالشيء قدر نقول لكم. فهاد الناس كيقلبوا قال لك سيدي باش يديروا المشاكل لبنان، وانهم مع الجاليه، خصوصا ان الجاليه هي اللي كتجمع عليها الفلوس. دابا انتم اللي داركم هي القضيه ديال الدار، ودابا راسكم داركم. مره كتخرجوا تقولوا راه تجمع، كيفاش تجمعات في 4 ايام 50 مليون مره، باش تعرفوا ان حتى دابا انتم كتقولوا الزباله الرباله ودوك المنصه والناس المتابعين ديال لبنان ولاو كيتلاعبوا بكم. والله الا ولاو كيتلاعبوا بكم ولا شحيبر بالله، باش نقول لكم الصراحه. لانه كل واحد شنو كيقول، كاين كيقول كيفاش الجمعات، كيفاش انسان تيأول راسه باش انه يخدم باش يدير فيديوهات. لبنى قطعات عليكم هذا الشيء، ولكن باش نشوفوك خارجه يا صاحبه المحزاقيه وتسبي الام ديال لبنى، والله يا امك، والله يا كذا، والله يا كذا. فهذا الشيء شوف، هذا الشيء ماشي غريب عنك، ولكن هذا الشيء بالفقسه، موتي بالفقسه يا بانوراما يا الحزاقه، باش نجيك من الاخر يا الكذابه. اين هي مذكرة بحث ديال ماجدة؟ وعلاش كدرك خاطرك من السميسيرة زينب؟ فالسميسيرة زينب انا ما شوف، انا نقول لكم وخيس لي هذا الملف، لان السميسيرة باينه حتى في الملف ديال جمال، مازال باينه هنا بزاف ديال الامور. وديها بنو حميرة باش نقول لك صراحة، لانكم تجاوزتم الخطوط. وانا هضرت على واحد القضية ديال توصل بكم، قضية ديال تصوير موظف. بزاف الناس ما غيفهموش من بعد هذا الموضوع، غادي يجي بوحده ان شاء الله. توصل بك الدرجه تبقى تسبي، والله يا امك، والله يا كذا، على اساس انك انت تتموتي على الجاليه، ورا الناموسه ديالك كتكذب على الجاليه، كتستحمر الجاليه ان صح التعبير. وحده عندها الله تتشري الديور، الله كذا، وتبتزكم انتم والمتابعين باش الا بغات، الا بغيتو تكمل، رغم ان الحق يخصها هي. هي اللي جات نهار الاول وقالت انه انا بغيت حق بنتي، بغيت ان كذا بنتي، تهموني بنتي، ولات كتبتزكم وتقول لكم باش نكمل في الشكايات، باش نكمل نغرق الناس. الروبال اللي كتهضروا ليها دائما على الصينيه، بالنسبه لي انا الصينيه، والله شوف، والله ما تصوروا شي حاجه، انا براسي شحال من واحد درت ليه الصينيه، والله ما تصوروا شي حاجه. واتحداكم لما خير فيكم واعلى ما في خيلكم اركبوه، سيروا دعيونا. كانه الصينيه شنو هو، ما تنشدوا فلوس، ما تنشدوا كذا، تنحطوا الرقم ديال الانسان اللي محتاج المساعده. والصينيه كنديروها باش واعرين عليكم، كنديروها من اجل انقاذ الناس من الخبث ديالكم ومن المؤامرات ديالكم. ما تنديروش الصينيه باش دار شكايات كيديه او نحفروا الناموسه ولا الكذا ولا، فهمتي؟ هذا هو الفرق بيننا وبينكم. وانا من حقي انا كقناه عندي متابعين، راه المتابعين عندهم الاختيار، لما كنطلع كنقول لهم عاونوا فلان او لا عاونوا فلان، فراه عندهم الاختيار، ماشي كنبتزهم ولا كنصب عليهم ولا، هم عندهم الاختيار. كاين الانسان اللي كيكون مقبول كيبغيو يعاونوا، وكاين اللي ما كيبغيوش يعاونوا، هما احرار ولهم كل التقدير والاحترام. فطبعا ولاد شحيبر دخلت لهم الحلوفه، ولاو تيهضروا على العفو الملكي بالنسبه لبوكريشي الخوت. هاد القضيه باش تعرفوهم مكلخين، كل واحد شنو خارج كيقول. دابا هما ما عارفينش حتى اشنو واقع العفو الملكي، ما عارفين حتى العفو الملكي من الصراح المقيد. كاين فرق، الفرق هي الكليخ. خرجوا ببعض ولاد شحيبر طبعا تابعين المولات الموزون الحزاقه، هذه اللي صافي سدات عليهم لبنى البزبوز، ما بقاتش كتخرج. وصرا من بعد ما كلكم شفتوا التهديدات انه الضرب في القضاء، ما لقاو ما يشدوا، تيكذبوا على المتابعين ديالهم حق تدخل الجمعيه. المقطع وصل تغيزات الامور، وصل البلاستو فينا هو هذا المقطع، تهديدات بالجمعيات كذلك القنوات انهم حق يتاجرون بقصير، في حين ان كاين ادله. وديجا حطيت واحد المقطع او لا واحد المكالمه ما بين موسى وبنتها، كتقول لها قلت لك ما تصورينيش، وما بغيتش يعني غير راضيه على التصوير، وما تحطينيش وما تنشرينيش في المواقع، اذا شكون كيتاجر؟ اذا خرجت لنا موسى قالت لك لا، لا خذ فيكم الحق، بغيتوا ديروا لي بعدو مني طون طون طون. اسمع نقول لك، خسرتي ملايين،
ما ربحتي حتى حاجه. تصوري كما قلتي ليها انت، يا الناموسه لا وجه نقى لا فلوس بقى. ما هذيك الفلوس كو غدرتي بها شي حاجه اللي تقدر ترجع بالافاده على وليداتك، ما ربحتي ولادك خسرتي حياتك، خسرتي دم وجهك، احترام الناس خسرتيه، وليداتك خسرتيهم. فتبعتي طبعا انت غير مسيره، انا عارف هذا الشيء، والله يكون في عوانك صراحه، لان ربما تبت الزين والله اعلم، العلم لله، ولكن هذا ليس سبب انك ديري هذا الشيء في وليداتك. خسرتي عائلتك، اختك الان اللي كان بامكان ان يكون داك الشيء بيناتكم، فخرجتي كتكذبي على الناس. من بعد كذبه ديال والديك انهم بغاو ينتحروا حق باك، بغا ينتحر، قال لك دير التنازل، وانا قلت لك التنازل ما غيكونش، وانا لكم دائما بالمرصاد، انا غير نكذبكم بارك، انا ما نهاجم حتى واحد من حتى حاجه. تخرجوا تكذبوا على الناس، نخرج نفرشكم شويه. قال لك سيدي السريعه جات، وانها لحت شي حاجه قدام الدار والكاميرا شداتها ودارت لها. انت مريضه، انت راه عندك كاميرا في المخيله ديالك، سمعتي، انت الخيال ديال الكاميرا. فمن بعد الكذوب ديال ولاد شحيب، حقه ما حقه وكذا وشكايات، وغادي نديو من بعد ما مشات مسكينه فاطمه الزهراء للمركز، غادي نديو لك زنوبه، انتظري القادم، غادي تحط المزيود حق. عيتو ما تكذبوا على الناس، عيتو ما تفرشتو بكل صراحه، تفرشتو من الاخر، ما بقى عندكم ما تقولوا الان، لا حصري لا زمري لا والو، صافي القضيه بارده، كتسناو لايف ديال السريعه، غتطلعوا لها الفيديو ديال يسرى تتفرجوا فيه كامل، بعدا كتستافد معاكم يسرى، وكتستافد معاكم السريعه، كتفرجوا فيه كامل بالدقائق ديالو، وستيلو احمر تتقيدوا باش انكم ديروا فيديوهات ما عندكمش. شتي باش تعرفوا دابا تهضروا على المحتوى، انتم ما عندكم لا محتوى لا والو، حتى النقاشات ما عارفينش تناقشوا، كتهضروا على العفو الملكي. هذه النقطه خصني ضروري نشرحها لكم الكوليغ، ماشي عفو ملكي، هناك الصراح المقيد، كاين فرق ما بين الصراح المقيد والعفو الملكي. حنا كنعرفوا في القضيه اولا في الحاله ديال بوكريشه اللي فيها استثناء لانه فيه اهانه هيئه منظمه، صعب يكون عفو ملكي، فهمتي؟ حنا يعني سمعتوا الصراح المقيد من بعض القنوات بديو كتهضروا على العفو الملكي. الصراح المقيد ماشي هو العفو الملكي، الصراح المقيد يا ولاد الشحيبر المكلخين يا الكليخ، الصراح المقيد كيكون بطلب من محامي ديال بوكريشه مثلا، وكيكون طلب موجه الى مدير السجن، مدير السجن اللي كيرفع واحد التقرير، وقبل ذلك كيعلم المستفيد من الصراح المقيد. والصراح المقيد عنده شروط، فكيرفع واحد التقرير لسيد وكيل الملك، وكذلك العامل الاقليم، وطبعا عنده شروط منها بزاف، انا ما غنقدرش ناكد لكم الشروط كامله وانني نعطيها لكم بالضبط. كاين شروط مثلا انه الانسان خصو انه يبين محل الاقامه ديالو، كاين ربما بزاف ديال الشروط، كاين انه تكون عندك حسن السيره داخل السجن، انه ما عمرك تشديتي شي شده، يعني ما عمر عندك شي سوابق، خاص انه تكون عندك ضمانات اللي تقدر انك تقدمها من اجل انه تقدر تستفد من الصراح المقيد، فهمتي؟ وكما قلت هذا الشيء كامل كاينه شروط، لان المدير ديال السجن كيلعب دور كبير، خصوصا في التقرير اللي يقدر انه اللي تكتبه هو انطلاقا من معاينته لذاك السجين، ومن خلال التقرير يعني الذاتي شنو واقع ذاك السجين، واش تيدير مشاكل، واش ما كيديرهمش، واش كذا، كيفاش داير السيره ديالو داخل السجن، كيفاش دوز هذيك المده اللي دوز. فطبعا كيبقى السيد وكيل وعامل الاقليم هو اللي عندهم الصلاحيه، سمعتي، راه ماشي العفو الملكي الكليخ، العفو الملكي بوحدو تيجي عفو ملكي في المناسبات. الصراح المقيد كيكون بطلب من المحامي، وكيكون انه تيقدم ضمانات من اجل الاستفاده من الصراح المقيد. هذه النقطه اللي هضرتوا عليها، وانتم ما عارفينش حتى الفرق ما بين الصراح المقيد والعفو الملكي، باش نقول لكم، لانكم غير تتسمعوا صافي، تتمشيو تجري وتديروا فيديوهات ورا العفو الملكي، ورا ما يمكنش يكون في اهانه ضرب القضاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. صراحة تصوروا إنسان في السجن، وحنا دائما كنقولوا الله يطلق سراح أي مسجون،
والحبس ما كنبغيوش حتى الاعداء ديالنا، حاجه عاديه ما تسرطاتش ليكم. عفو الملكي، كتهضروا غير على العفو الملكي ومع الكلاخ ديالكم بزاف، وانتم غير كتسمعوا بحال الببغاء، فانكم ما قدرتوش تفرقوا ما بين السراح المقيد. علاش هو السراح المقيد؟ سراح مقيد مجموعه من الضمانات اللي خاصها توفر في داك السجين اللي غيستافد من السراح، فهمتي؟ واهم شيء هو انه تيكون محدد له المكان اللي يخرج منه، من مثلا اللي بغى يخرج من المحل الاقامه ديالو فين يمشي، ما يفوتش هذه البلاصه، يقدر انه ما يفوتش المدينه. هذه من الشروط. ولكن هذا الصراح المقيد كله كيتبنى على التقرير ديال مدير السجن اللي كيرفع التقرير لسيد الوكيل، وكذلك العامل الاقليم، وهما اللي كيحددوا من بعد ما كيشوفوا دوك الشروط واش تتوافق في هاد او لا كتواجد في هاد المستفيد من هذا الصراح المقيد. فهذا كشرح لكم يا ولاد شحيبر المكلخين، الا قلت لكم انه فعلا ستيلو احمر راه تقاضى لكم، راه تقاضى لكم متابعينا الكرام. هذا مكان بغيت ام متابعين تسولوا لنا ولاد شحيبر، وخصوصا صاحبه المحزاقيه، فين هما الشكايات اللي قلتوا انه حق زنوبه، ان الشكايات ديال الجمعيات، انتم كتذكروا الجمعيات، اقحمتم الجمعيات، وفي اساءه غير مباشره لهذه الجمعيات، تقحمون الاساتذه في امور ديال اليوتيوب. وانا ديجا كنعاود نقولها، الاساتذه المكان ديال العمل ديالهم هو المحاكم، الجمعيات هو أرض الواقع. عيتوا ما تقحموا، عيتوا ما تكذبوا على الناس، ولا شيء يذكر. يسرى بغيتوا هي تصيفطوها من بعد ما كنتوا كتقولوا أنها ضحية وأن بغات الأم تجيب حقها، بغيتوا تصيفطوها هي بالضرب في القضاء، ولكن هيهات ثم هيهات. اش غادي نقول لكم؟ الله يهديكم على أنفسكم، تفرشتوا تفضحتوا باركة. وما زال لنا عودة في موضوع السميسيرة اللي غبرات علينا مسكينة. قال لك ماجدة هربانة، قال لك ماجدة شافت، قال لك سميسيرة قالت لهم أنا كنت عايشة ولكن ما حطونيش في الشهود. يا والله يمسخك يا بنتي. متابعينا هذا هو الفيديو ديالنا، أحييكم جميعا، ما تنساوش ديروا لنا لايكات والبارطاج والاشتراك. إذا عجبك الفيديو تعليقكم تهمنا، ولكن تكون كذلك تنمو على حسن خلقكم. مع السلامة.